السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الانفرا ووركس هندخل هنا في المانج في الموديل، هنلاقي بعض التولز. هنلاقي عندي حاجة اسمها موديل بروبرتيز، ده خاص بالموديل كله. هنا مثلا المشروع، وهنا الديسكريبشن بتاعي، وهنا اليوزر كوردينيشن سيستم اللي هنشتغل بيه اللي هو اليو سي اس. هتلاقي انواع كتيرة، تقدر تختار النوع اللي انت عايزه من هنا. هتلاقي هنا بعض الخصائص زي الاكس والواي، الحدود بتاعتي وهكذا. هتلاقي هنا التضاريس، تختار منها الستايل اللي انت عايزه. طيب بعد كده هندخل بعد كده على الموديل اكسبلورر. هنا بدأنا ندخل في تفاصيل شوية. هنا مثلا الترافيك ستادي اريا تقدر ان انت تفعلها او ما تفعلهاش، تقدر ان انت تقفلها، تقدر ان انت تعمل فلتر ليها. عندنا هنا مثلا كل الخصائص بتاعت المشروع بتاعتي، يعني على سبيل المثال هنا مثلا البيلدينج الموجود، فتقدر ان انت تطفي كل البيلدينج، هتلاقي كلها اختفت من على الخريطة. تقدر تعمل لها فلتر، تقدر تقفلها، تقدر تغير في شكلها، درجة التفاصيل الموجودة. طيب ممكن تيجي هنا مثلا على الروت، تدوس هنا وتقول له انا عايز اعمل سيلكت كل الروت اللي موجودة في المشروع، فبضغطة واحدة يعمل لك سيلكت. تقدر تغير نوعها، تقدر ان انت تتحكم فيها بشكل اقوى. عملنا سيلكت وجاب لنا الخصائص بتاعتها بحيث ان انت تقدر تغير. طبعا كل طريق ليه خصائص معينه، فهتلاقي هنا مديك مختلفه. طيب خلينا نشيل علامه سيلكت واقول له بس انا عايز اعمل هايلايت عليها. فممكن تكون مثلا في جزء هنا معين انت مش عارف هو موجود فين، فتقول له انا عايز اعمل هايلايت عليه، فيبدا يديله لون كده كانك انت عملت سيلكت على شبكه الطرق اللي موجوده في المدينه كلها، الاعصاب بتاعت المدينه اهي، عملنا عليها كلها سيلكت مره واحده. تمام، تقدر تشيل الهايلايت، تقدر تلغي الاف لو انت حابب ان انت تعدل في الروتس، وكذلك التانل ممكن تعمل تقول له اعمل هايلايت للتانل كلها. لو في اي تانل يبدا ان هو يعمل له هايلايت بحيث ان تقدر تشوفه. لو في ووتر اريا فهو بيفيدني في ان هو ينظم لي المعلومات بتاعت المشروع، اقدر اروح للحاجه اللي انا عايزها دايركت. لو في بريدج مثلا انت مهتم بيه، تقدر تظهر البريدج في المشاريع كلها. فدي موديل اكسبلور بيعرض لك الموديل ويديك خصائص ان انت تقدر ان انت تتحكم فيها وتقفلها. لو في بوينت كلاود مثلا مضايقك حابب ان انت تخفيها، تقدر ان انت تخفيها. الاشجار مثلا تخيل ان انت مثلا عايز تطفيها شويه، فتقدر تخفيها بشكل بسيط من هنا. اليوتيليتيز زي البايب لاين كونكشن والبايب لاين برضه نقدر نتحكم فيها.